في هاي الفيديو بتكلم لكم عن الفروقات بين منتجات الـ OCF اللي هي اختصار لـ Off Camera Flash والمنتجات اللي كانت موجودة سابقاً قبل الـ OCF الكلاسيك. أنا أسميها الكلاسيك، هم ما يسمونها الكلاسيك، اللي هي كأكسسوارات الـ RFI وغيرها. إنزين، الـ OCF منتجات أي شيء مكتوب عليه OCF، كمثال هني السوفت بوكس مكتوب عليه OCF Off Camera Flash، هو مخصص للمنتجات اللي تشتغل أغلبها بالبطارية. كمثال عندنا هني البي 10 أو البي 1، هني عندنا الرأس هذه مو بالبي 1، صحيح شكله نفس البي 1 بس هاي يتم تشغيله بدون بطارية، يتم تشغيله عن طريق سلك الكهرباء دايركت، شكله الدي 2. الحين اللي عندنا هني الدي 2 ومثله اللي هو الدي 1. هذه المنتجات او الرؤوس اللي مخصصه لاستخدام الاستديو اكثر، الموديلينج لامب او لمبه الموديل اللي تظل شغاله اثناء التصوير عشان تحديد منطقه الاضاءه، اللمبه فيها هالوجين، هالوجين مو بال اي دي، ففيها حراره اكثر او الحراره الاعتياديه من اللمبات اللي موجوده سابقا. اما البي 10 البي 1 اللمبه اللي فيها تشتغل، ما اتكلم عن الفلاش تيوب، اللمبه اللي تشتغل من فيها تكون ال اي دي بارده. لهاي السبب احنا عندنا مثلا هني 2 و3 او سي اف سوفت بوكس، وفي نفس الوقت عندنا سوفت بوكس مكتوب عليه هني تحت لكم RFI سوفت بوكس او RF سوفت بوكس reinforced، اللي هو المنتجات هذه الـ RF او الـ RFI تستحمل حرارة اللمبة، والـ OCF تم تصميمها بشكل حصري انها تكون خفيفة. لو تلاحظون الفروقات هاي بالشنطة هني، وهني عندنا الـ OCF الـ RFI بدون الشنطة، وتشوفون فرق الحجم، واقول لكم فرق الخام المستخدمة بين الثنتين، ان احنا عندنا الـ OCF سوفت بوكس وايد اخف حتى اذا كان الحجم نفسه. لو نلاحظ في الفيديو اللي رويتكم اياه تبع الـ OCF سوفت بوكسز من قبل، ان احنا سوفت بوكس كامل يكون كأنه امبريلا او مظلة صغيرة ممكن تنقل فيها بشكل سريع واسهل.